يلا سولف خالد سولف خالد يسمعونك. السلام عليكم عمي وزارة الصحة ما الديوانية فاسدين فاسدين للنعال. خالتي صار لها 3 أيام وقلت بها كورونا قبلنا قلنا الحمد لله وشكر هذا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا أمر رب العالمين وهذا وباء فاش اجينا اليوم نريد نستلمها ما هي خالتي رايحين دافنيها وخالين جثة غير جثة هنا لقينا اسمها نورية قلبنا فتحنا الجبس مالتها ما هي مو هي اتقى الله اتقى الله اتقى الله شوفوا ذا الجثث خلي يشوف صفاء خلي يسمع هاي كانت بالبدايه قالوا لهم نوريه طلعت مو امهم غيروا الاسم كتبوا علي عبد الحسن وهي مره نوريه موسى وهي مو نوريه لزقوا عليها هسه ايش كتبوا من جينا سوينا هوسه كتبوا عبد الحسن وابن مره كتبوا عبد الحسن وما زقوا هسه من حسينة شقوا هذا ابوها بالزباله يعني الارواح العالم تجاره قاعد يبيعون يشترون بيه لا غيره لا شرف لا ضمير عندهم تعال شوف الجثث تعال روح شوف الجثث هاي هناك في الثلاجة باعوا باعوا ويش كيفهم ايش كيفهم مراسلين بالاسماء كيفهم مراسلين بالاسماء حسبي الله ونعم الوكيل يا سلام الله ما يسأل شيء يا سلام الله مين يقنوا يا سلام الله مين خلي يجون وينهم وين الصحة هسه قل لي هذا المكان انا ابو السجين يقول لك انا ما ادري راح مدفون هناك الله وكيلك كلك لاوات لا كورونا ولا لا خالي ما يصير هيك الله خلوه فوقكم رضينا بامر الله وقلنا وبا هذا وقلنا الحمد لله والشكر وقابلين هسه عمر الجثه وين الجثه؟ اعطونا جثتنا هي لمياء وين لمياء؟ لمياء وينها؟ وين مع التبريد؟ تطلع تسال سنه طول انت عاد تفتح العالم؟ العالم شمرت الله وكيف ما حد بحاله. هاي تذكر بكيفهم يبدلون اسماء بكيفهم اسماء بكيفهم يحطون.